يا شيخ الصلاة يجوز بالثوب الخفيف إذا كان هناك ليس عليه إزار طويل ولا سروال؟ لا يجوز، لا يجوز، لا بد من السترة، أن تستر ما بين السرة والركبة. أيوة. أما أن طويل ثخين ساتر، وإما قميص ساتر. أيوة. وأن بعض الناس الذي يفعل طواويل رقيقة كبير فيها أفخاذه، هذا لا يجوز، لا يجوز لعامة أهل العلم وجمهور أهل العلم، هذا لا يجوز. القليل يا شيخ من سترة كافية بين السرة والركبة. أيوة. نعم. وإذا كان القميص ساترا لذلك كفى عن السراويل. شيخ حبذا لو طلعت في التلفاز بدون ما تطلع الصورة ما يمكن، قلنا لهم لا في الأثر، ما يمكن أبد، قلنا مستعد دون خروج دون صورة، لكن ما يقول لا بد من الصورة. والله يهدينا وإياه. نعم. وفتك في تحريمه ترى يا شيخ. نعم. أنت من أي ذيك الأيام في مسجد السكيرين قلت إن اقتناؤه لا يجوز في المنازل. المهم هو على هذا المنازل اللي أنت منها، يمكن 95% كلها فيها.